كلمة أخيرة؟ إي نعم، أنت عندك كلمة أخيرة؟ هلا والله بالغالين، احبكم وعلاقتي فيكم مستمرة، وياليت ياليت نكون على تواصل. اوكي، بالنسبة لدودي ان شاء الله راح يكون لهشان ان شاء الله بالموسم الجاي مثل ما وعدكم. صح كثير. صح يا اسد، يا اخي تذكرني بمشاري وبدر. أعو. شرس شرس هالولد. عو أعو. المعروف لا يعرف، جايبيني هنا وما تعرفون من انا؟ يؤسفني اقول وبكل هدوء ان فريق اعدادكم غير لطيف. انا قلت اسم اختي. انا سلتوح بنت خير الله، وهذا خادف طيم هالشنب. شكرا، احنا مهتمين فيك لانك تشكل. لا هذا رهيب بعد، خوي عنده مهارات بالله. ابو فطيم قم قلد صوت فرس النهر، قم قلده يا اخي لو سمحت، السؤال كان موجه لك. ما عليك، سوها يا ابو فطيم، سوها، ما منع عليك من احد. يقولون لا تنشد على الرجال، انشد عن فعائله. اعتقد ان الرجولة لا تمثلك بصلة. بصلة؟ عشان راسي صغير. لا هذا كثير علي يوم تطور. راعي كاميرات. لا ولابس صديرية كلها جيوب يا الكنغر. يعني اني زوم وشتر وفوتوغرافي وهذولي حقين وش اسمه هاي الموقع هذاك اللي طلع الصور كأنها مغطسة في الشاي. انستغرام. انستغرام. يعنيني حق انستغرام. شكرا استاذ نافع على الفرصة. اعتقد انضم بس لهدي اسمعك. يا اخوي والله اني ما راح اقول شيء مهم، والله العظيم ماني متذمر، بس فيها اشياء تطلعك من جلدك وانت بسه. نعم انا بسه، لازم اواجه الحقيقه. جربوا تواجهون حقيقتكم، شوفوا وش يصير. الا انت من انت؟ انت ولد مثل بن جازع. اعرفك انت، اكيد انا وياه بالتريلات. والله هالكوبه مالك ناوي. قلع هاي، قلع قلع. الو ولد، وش بك لا ترد على امك؟ اين صرت يا محروم من البارحة وحق ندق عليك ما ترد؟ كل يوم أنا على الله وحن ما ننزرك يا ولد. امس يا ولد اخفض فتعي، كنا ما يضحكون عليك صدقان الكذاب حقينك. صدق يا راسك ذي ما أبقيبه شعرة، ما أبقيبه جدار إلا ودق فيه يسرك إن ياخذ على ظهرك لفتين. ولعتني وخليتني أنشد الناس، وفضحتني ما بين ربعي يلدنين. يا صاحبي من عقبك البال منحاس، أصفق بكف بكف واشكي من البين. لا تحسب ان الصد والهجر نوماس، لا تحسب ان الصد والهجر نوماس، ترى الخطا مدموح بين المحبين. لا باس يا سيد الغنادير لا باس، مقبوض ما جاء منك يا كامل الزين. Do 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 do.